المباراة دي شهدت طرد الميدو جابر في الدقيقة 58. لا المصري رغم كده قدر المصري يحافظ على التعادل للنهاية. كان في اعتراضات كمان من لاعبي المصري والجهاز الفني على ضربة جزاء ما تمش احتسابها لصالح النادي المصري. المصري بطبيعة الحال طلع بيان انتقد فيه الأداء التحكيمي في هذه المواجهة. معايا عبر الهاتف الآن أستاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي. يا فندم مشرف ومنور سعيد بتواجدك معايا. أهلا يا كابتن كريم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. مباراة النهاردة وبعدها أصدرتوا بيان ضد التحكيم. والله يا كابتن كريم اللي بيحصل النهاردة من لجنة الحكام أمر مخجل. كلام غير محتمل. كلام مش منصف أبدا. وانا بقول من خلال حضرتك ان منظومه التحكيم في مصر بالشكل ده لما تتعمد تهدر جهود واموال نادي جماهيري ونادي شعبي تضغط على اعصاب مجلسه وجماهيره، فانا بقول بكل صدق وامانه كده انا للمنظومه دي ان ترحل. لجنه حكام بيرأسها خبير اجنبي او يسمى اجنبي بيتم استخدامه لصالح احد الانديه اللي بتتعمد ازاحه النادي المصري عن المنافسه، انا بقول انها انا لها ان ترفض. كلام فاق كل التوقعات. استاذ رجب، ايه اللي كنت معترضين عليه النهارده؟ هل الطرد ولا ضربه الجزاء ولا بشكل عام؟ حضرتك انا اسف، حضرتك بتسالني سؤال اجمع كل خبراء التحكيم في مصر. مفهوم. لا انا شايف اهو كمان بنعيد لحضرتك اهو انت بتتكلم. هو احنا عاوزين الجزاء. قليلا بنقول لهم يا جماعه قليلا من الانصاف. انا بقول للجنه الحكام اللي قررت الاخطاء دي اكثر من مره الا تستحوا من اللي بيحصل مع النادي المصري؟ ده كلام مؤسف. طلباتكم ايه يا فندم؟ يعني طلبتوا ايه من لجنه الحكام؟ احنا هنطالب بايه غير حقوقنا؟ ايه غير الانصاف؟ طب على الاقل الانذار اللي اللاعب خده بدون وجه حق على اللجنه انها تتدخل ويكون عندها من الشجاعه ان هي تعترف بالخطا، لان هي بتحرم النادي من اهم عنصر من عناصره في مباراه قادمه مهمه. صحيح. يعني اذا كانت العقوبات على الحكام ما بتعلنش ففين حقوق النادي؟ طيب صحيح. ال- 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 البيان اللي طلع احنا بنعي كل حاجه بنقولها. احنا بنقول يا جماعه الضغط زايد قوي على النادي المصري، المؤامره اللي بتحاك بهدف ابعاد النادي المصري عن المنافسه كلام محتاج تدخل من حد مسؤول يصوب الامور دي باقصى سرعه، لان الضغط على اعصاب نادي جماهيري بالطريقه دي عواقبه هتبقى وخيمه قوي. بعض المواقع نشرت ان انتوا طلبتوا حكام اجانب، هل هذا الحديث احنا صحيح؟ على طاوله مجلس الاداره ان احنا نوقف التعامل مع لجنه الحكام دي. نوقف التعامل ونستعين بحكام. يعني هو ينفع ان احنا نحط للنادي المصري حكم درجه اولى بيتم تجهيزه عشان يبقى حكم دولي؟ يعني نادي بينافس ونادي جماهيري ونادي شعبي زي ده واتظلم مره واثنين وثلاثه نعمل كده؟ وبعدين لازمه الفار ايه؟ ولازمه الخبير الاجنبي ايه؟ مين بيصوب الاخطاء؟ مين بيحافظ على حقوق الانديه؟ دي مش منظومه عداله ابدا يا جماعه. ما ينفعش. احنا تقدمنا باحتجاج رسمي، احنا بنعلن صراحه ان احنا بنتعرض لظلم تحكيمي بين وبيتم ابعادنا بشكل في شيء من التعنت والتربص. استاذ رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، انا بشكرك شكرا جزيلا وبصراحه شديده عشان امين معاكم. احنا كل ما بنقرب من نهايه الموسم كل الانديه بتبقى متضايقه، وبصراحه برضه عشان ابقى امين يعني في اخطاء يا جماعه ما بتبقاش مفهومه هي حصلت ليه بتحصل في وجود الفار؟ مش منطقي انها تحصل، مش منطقي بصراحه.